مرحبا طلاب، إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالمحاضرة الخامسة اللي راح نحكي بيها على important excitability characteristic. يعني إحنا درسنا action potential، راح نجي نعرف أكو عندها خواص معينة لازم نفتهمهم. يعني سوا معدلكم إياها بالمحاضرة نقطة نقطة، راح نفتهم وحدة وحدة. أوكي زين، أول وحدة اللي هي strength duration curve. strength duration curve شنو هاي فكرتها؟ إنه هما من درسوا action potential شافوا انه مو اي ستيميليشن، احنا نعرف ان الاكشن بوتنشال يحتاج لها ستيمولات حتى تتولد، فهم هنا شافوا مو اي ستيميليشن اني راح انطيها راح تولد لي اكشن بوتنشال. اوكي، انما اني لازم عندي حد معين من الستيميليشن، قوة معينة يلا تقدر تولد لي اياها، يسموها ثريشولد انتنسيتي. فهاي ثريشولد انتنسيتي اللي هي اقل شافوها اقل انتنسيتي اني حنطيها ممكن تولد لي الها الاكشن بوتنشال، فسموها الثريشولد انتنسيتي. يعني انا اذا كانت الاستيميليشن اقل من يعني الثريشولد انتنسيتي فما راح تتولد لي اكشن بوتنشال. زين، اضافه انه انا عرفت الانتنسيتي لازم حد معين همين، لازم الديوريشن كذلك. يعني انا ما يصير اي ديوريشن انه انا اعرض مثلا يعني هاي الاستيميليشن ديوريشن لازم تكون كافيه حتى تولد لي، يعني مو اي ديوريشن راح تولد لي اياها، مو مثلا تكون كلش قليلة حتى لو كانت الستيميليشن يعني threshold intensity أو أكثر، بس الوقت ما كان كافي ما راح تتولد ليها الأكشن بوتنشال. فدرسوا هالعلاقة بين strength وال time، فحطوا مصطلحات وكيرف معين. أوكي، اللي هي شغلة اسمها ريو بيس والكرونيكسي. شنو هاي ريو بيس طلاب؟ ريو بيس مصطلح طلقوه على أقل intensity مال stimulation، يعني هل حنطيها للexcitable tissue ممكن تعطيني action potential بغض النظر عن التايم مالتها. أوكي، فدرسوها لكل tissue معين شافوا يا أقل intensity أنا انطيت هي ولدت لها action potential، سموها ريو بيس. فكلمة ريو بيس تنطق على أقل intensity من stimulation. اوكي، اذا apply for adequate times، يعني بغض النظر عن التايم ما راح احددها بتايم. اوكي، produce a response. زين، الكرونيكسي شنو؟ لا، الكرونيكسي هي الديوريشن، اقل شافوا اقل ديوريشن. اوكي، يعني انا مثلا عندي مثلا انا عرفت انه مثلا هذا التيشو ريو بيس مالته مثلا كانت مثلا 30 ملي فولت، بس انا قلت هاي ما محدد بتايم، هو 30 ملي فولت بغض النظر عن التايم، سموها ريو بيس. الكرونيكسي شنو؟ لا، شافوا انه اني دبل ريو بيس ضربوها باثنين. اوكي، يعني انا مثلا اعطيت للتيشو 30، لا هالمره حطي 60 ملي فولت دبل ريو بيس واشوف ايش قد استغرق التايم حتى ولد لي اكشن بوتنشال واسجله. اوكي، مثلا حتى ادرس كل تيشو، هو كل تيشو طبعا له ريو بيس خاصه بي، كرونيكسي خاصه بي، فاني حتى اثبت يعني اعرف انه مثلا هاي راح تكون فتح حقائق ثابته عن هالتيشو. اوكي، بعدين اريد ادرسها، اريد مثلا يصير مرض معين حتى اعرف انه اوكي قلت الاكزايتابيلتي مالته زادت، فاني لازم عندي قيمه ثابته حتى اذا زادت نقصت اعرف انه صار عندي خلل. اوكي، فطلع سووا هاي المصطلحين الثابته ريو بيس والكرونيكسي. اوكي، ان شاء الله تكون واضحه، يعني نعيدها اخف شويه مو كلش واضحه. ريو بيس يعني اقل انتنسيتي انا ممكن حنطيها لهذا التيشو تولد لي اكشن بوتنشال. على فرض لقوا مثلا المصل 30 مثلا ملي فولت، النيرف لقوها 20 ملي فولت وهكذا بغض النظر عن التايم. يعني انا حطيها في دل... هي مش كده راح تستغرق وكده خد تستغرق، المهم اني ابدا اعرف اقل انتنسيتي راح تتولد. كرونيكسي لا، ربطوا انه اني حاخذ اعرض مثلا هذا التشو الدبل ريو بيت، يعني مثلا اذا كانت المصل 30 ريو بيت مالتها حاعطيها في 2، يعني انطيها 60 ملي فولت، يعني ضاعفته بعدين اسلط على المصل واقيس الوقت اشوف ايش قد استغرقت حتى ولدت لي الاكشن بوتنشال. مثلا ممكن 1 سكند 2 سكند ملي سكند 3 ملي سكند وهكذا واسجلها، فاعرف صار عندي حقيقه ثابته انه انا هذا النيرف هل قد ريو بيس لازم العفو الكرونيكسي ما تهلقد تشو مثلا المصل تشو هلقد النيرف تشو هلقد وهكذا. زين، فهنا ناس يقول لكم الريو بيس انه هي مينيمم انتنسيتي اوف ستيميليشن which is apply adequate time سموها utilization times produce response. ميزو طلاب الكرونيكسي هو يعني time مال double ريو بيس،
اوكي انه اني هذا ثابت اني اقيس انه انطي دبل ريو بيس واشوف اليوتيلايزيشن تايم لا مال وان ريو بيس يعني اني انه مثلا عرضت مثلا هاي مصل هنا وهاي مصل هنا هنا نطيتها عرفت اني ريو بيس مالتها 30 ملي سكند ملي فولت العفو طيت ريو بيس 30 ملي فولت لما قستها طلعت استغرقت لي مثلا 3 ملي سكند سجلتها هاي يسموه يوتيلايزيشن تايم جيت هنا انطيت الدبل ريو بيس 60 ملي فولت قست التايم مالتها مثلا طلع لي مثلا افرض 1 ملي سكند هذا يسموه كرونيكسي هذا التايم اللي استغرقته بدبل ريو بيس يسموه كرونيكسي والتايم اللي من كانت مضيتها اني ريو بيس مالتها المينيمم انتنسيتي كانت 3 يسموها يوتيلايزيشن تايم اوكي راح تكون ثابتاتكم فهنا شي نقول within a limit الكرونيكسي هي given excitable tissues constant مثل ما قلت لكم هي حقيقة ثابتة علي هذا التشو اني اعرف بعدها هي حكتبها اسجلها انه اني مثل هاي المصل هل قد الكرونيكسي مالتها هل قد تستغرق وهكذا هاي شي ثابت يعني range مرجع ارجع له شو وقت ما احتاجه زين and can be used compare the excitability of يعني تشو مختلفة فهنا مثل ما قلنا انه اني مثلا المصل لها كرونيكسي خاصة بها النيرف خاصة بها واشوف اقيس اقدر اقارن بينهم زين تنتكم مثال اقول لكم فور اكزامبل انه اني نيرف فايبر زين شورت كرونيكسي اوكي اكثر يعني النيرف فايبر يكون مات الكرونيكسي مات اقل من المصل فايبر شنو معناها من انه هو اقل معناها الاكزايتابيلتي مات اعلى من المصل ليش حتى تستنتجوها يعني التشو راح يطلع على شورت كرونيكسي مات معناها الاكزايتابيلتي مات عاليه معناها انه اني استغرق وقت كلش قليل اوكي استغرق وقت قليل حتى يصير عندي الاكزايتيشن فمعناها اكيد هو اكزايتابيلتي مالته عاليه يعني انا مثلا اذا عندي هذا نيرف هذا نيرف اوكي مثلا اني انطيته هذا النيرف انطيته مثلا 30 ملي فولت مثلا اعتبره ريو بيس مالته اوكي استغرقت لي هاي 30 ريو بيس مثلا يعني 2 ريو بيس اعتبره مثلا كانت حتى تصير كرونيكسي استغرقت التايم مالتها مثلا نفرض 4 ملي سكند اوكي اني جيت هنا هم تقريبا اكو غير تشو اعتبروها المصل جيت غير تشو طيت نفس الشيء 30 ملي فولت مثلا في طلع لي الكرونيكسي مالته التايم اللي استغرقت مثلا 2 ملي سكند فطبعا هذا راح يكون اكزايتابل اكثر هذا ليش هذا راح يكون اكثر اكزايتابل لان هذا يحتاج مده كلش قليله ولدت الاكشن بوتنشال معناها بسرعه هذا يتحفز انما هذا استغرق لي 3 ملي 4 ملي سكند يلا تحفز اوكي فكل ما كان الكرونيكسي مالته اقل كل ما كانت معناها الاكزايتابيلتي مالته اعلى فلذلك النير فايبرز اللي هو اكزايتابيلتي اعلى من المصل ليش شورت كرونيكسي مالته اوكي ان شاء الله تكون هاي النقطه واضحه زين هنا ايش اقول لكم هنا هذا الكيرف طلاب شوفوا هذا الكيرف هذا مطلوب منكم هذا الكيرف شنو ايش جاي يحكي هنا مثل بالضبط اللي حكينا انه انا عندي مثلا هنا ستيميليشن انطيت اوكي مثلا كانت هاي ايش قد منطي هنا 15 تقريبا اوكي هاي تقريبا 15 اشرت هنا انطيتها هاي ريو بيس مثلا ريو بيس طيته فمن طيته شفت التايم مالته اخذ لي 10 ملي سكند سموا هذا التايم اللي اخذوه يوتيلايزيشن تايم اوكي زين هنا انا عندي سويت اضاعفت الريو بيس في 2 ضربته اوكي تقريبا وصلت ل 30 هذا هنا واستغرق تايم هو اللي تقريبا تكون اقل من الواحد ملي سكند هذا يسموه الكرونيكسي تايم هذا التايم اللي استغرقه يسموه الكرونيكسي اوكي اللي هو دبل ريو بيس يعني انا ضاعفت الريو بيس مال هذا التشو اوكي وقست ايش قد استغرق تايم يسموه الكرونيكسي اوكي بس اذا ما كانت مضاعفه الريو بيس مالته هي نفسها والتايم الحاسبي يسموه يوتيلايزيشن تايم زين انا ايش يقول يقول when stimulus of the weaker intensity than the ريو بيس is applied is not produce a response no matter how the long the stimuli is applied اوكي يعني انا بوضع اني اقول اذا انا طيت فتشو معين انا اعرف الريو بيس مالته يعني تعرفون شنو ريو بيس يعني minimum intensity اقل
stimulation حنطيها ممكن تولد لي action potential، جواها مستحيل تتولد لي action potential لان هاي اقل intensity انا حسبتها. زين، فمستحيل راح تولد لي action potential ده اقل منها. زين، واضافة لكم حتى stimulation حتى لو كانت فوق ريو بيس او ريو بيس ونطيتها في دي duration معينة اقل من اللي تحتاجها حتى تولد action potential، هم راح تصير action potential. زين، يعني extremely short duration will not produce any response بغض النظر عن intensity أنا وضعتها حتى لو كانت عالية، بس إذا duration مو كافية حتى تولد لي الأكشن potential ما راح تتولد. أوكي، إن شاء الله تكون واضحة. هاي هنا إيش تقولكم؟ تقولكم أنا ليش أدوخكم وأفهمكم شنو ريو بيس والكرونيك سي مدري شنو؟ لأن أنا بيها تطبيق عملي. أوكي، هذا الكيرف الدرسنا بيه تطبيق عملي. على سبيل المثال، من ده يصير مثلا عندي نيرف إنجري. اوكي، فهنا انا مثلا مثلا عندي نيرف فايبرز، مثلا هاي عده فايبرات. هي النيرف فايبر تعرفون انه هي ممكن تحتوي عده انواع. اوكي، ممكن فاست يعني بسرعه توصل، اكون نيرفات اقل اكزايتابيلتي وهكذا. نيرف فايبر يعني الاكزون او الدندرايتس. زين، اذا صار بها مثلا انجري راح اصير ان اكزايتابل ورا كم يوم. زين، إذا أنا أغلب اللي مثلا صار بهم injury fiber هما كانوا excitable fibers. زين، أوكي، شو راح أشوف؟ راح أشوف يعني راح أشوف بعدين من أسوي هذا الكيرف راح أشوف إنه مثلا هو مثلا كان عنده excitable معين راح أشوف قلت، لأن بقت يعني بس fibers less excitable مثلا ما صار بها injury، فأكيد راح تقل. أشوف الريو بيتس مالتها، أشوف ال يعني الكرونيك سي مالتها أطول من قبل. ليش؟ أنا هاي معظم الاكزايتابيلتي شو مثلا صار بيها انجري، فهي تطبيق عملي يعني حتى اعرف انه صار بيه انجري، صار بيه اكزايتابل فايبرز انجري صار بيها، فاروح اقيسه على هالكيرف. فاذا شفت كرونيك سي مالته طولان فاعرف انه موست اوف اكزايتابل فايبر انجرد. اوكي، يعني مثلا انا عندي هذا النيرف اعرف انه مالته الكرونيك سي مثلا 2 ملي سكند، بعدين من شكيت بي صاير انجري اروح اقيسه اشوفه صاير مثلا 6 ملي سكند اكزايتابل، يلا صار بيه اكزايتيشن، فأعرف إنه أنا أكثر excitable fibers معناها صار بيها injury. هاي أول تطبيق. زين، ثاني تطبيق، إذا complete injury للموتور نيرف مثلاً، أوكي، مثلاً تقريباً كل الموتور مثلاً fibers صار بيها degeneration. زين، فالمصل ماتي راح أشوف إنه قد ما راح أعطي stimulation، أوكي، أشوف مدى يصير بي action potential، يعني على أساس هذا الكيرف ما راح أشوف أي response. أوكي، اشوف بس المصل مثلا اسوي لها دايركت، انا يعني مثلا مو عن طريق النيرف، انا راح اسوي دايركت استيميشن اشوف ممكن تطلع لي عندي بيها ريو بيس وكرونيكسي، بس النيرف ما دا يشتغل عن طريق انه انا حفزته وما لقيت لا عند ريو بيس ولا كرونيكسي، فاعرف انه صار بي انجري. هاي ثاني تطبيق. ثالث تطبيق، اذا المصل فايبرز هسه صار بيها، اوكي، يعني مثلا عندي هاي مصل، اوكي، هاي مصل وهذا النيرف، اوكي، فاني هذا اذا نعرف تقريبا اول تطبيق قلنا معظم انجري ما تصار تقريبا بالاكزايتابل تيشو مثلا، بس اوكي يعني مو كلش صاير بالديجنريشن، كم انجري كم فايبرز يعني. زين، حشوف انه الكرونيكسي ما توريو بيس قلت، العفو الكرونيكسي زادت، يعني معناها قلت الاكزايتابلتي مالته. اذا كل هذا صار بانجري حشوف ايش قد ما راح انطي ستيميليشن ماكو ريسبونس، بس من انطي المصل دايركت ستيميليشن اشوف الريسبونس. ثالث تطبيق، إذا أنا هاي المصل فايبر هي صار بيها إنجري شكت ما راح أنطيها حتى لو دايركت ما راح أشوف ريسبونس. زين، يعني هاي أكو أجهزة خاصة هم يسوون بيها ستيميليشن ويقيسون كيرف يطلع لهم كيرف خاص. زين، فهنا دا يقول إذا الموتور نيرف ماتي إنجري قلناها، وإذا المصل فايبر هي كومبليتلي ديجنريشن there's no response حتى لو سوينا دايركت ستيميليشن. زين، إذا بعدين خيطت النيرف موتور نيرف، أوكي، الفايبر ترجع regenerated later، فأشوف بعدين من أرجع أقيسه غير أيام وغير أيام راح أشوف إنه الكرونيكسي ما تبدأ ترجع، excitability بدأ ترجع وهكذا. يعني هم يقيسون بالبروجنوسيس مال المرض شلون بدأ يتطور، يعني بدأ يرجع تتحسن حالة المريض ولا لا. فهاي كلها تطبيقات عملية دي يشوفكم، يعني إنه ليش أستخدم هذا الكيرف، أوكي، يعني أستخدمها تفيدني بالنيرف إنجري أشوف هل يعني صار في ضرر ولا لا، اشوف هل كل النيرف صار بي ديجنريشن ولا لا، اشوف المصل فايبر بيها انجري ولا لا،
اوكي عن طريق انه اني احفزهم ويطلع لي كيرف واشوفه وعلى اساسه اقرا اوكي، واني اعرف كل ما... كل تشو عنده كرونيك سيوريو بيس خاصه به، فاذا قلت زادت عن هذا الشيء اعرف انه اكو خلل. زين اذا هنا نقول لكم اذا خامس تطبيق، اذا كل النيورونز ار ديستروي يعني ستيل بودي ديستروي ماكو جينيريشن بعد. زين زين الريكفري يعني شو اسمه نو ريكفري كان اكر اوكي، ويفقد المريض بعد الحركه. انتوا انتبهوا طلاب انه انتوا عندكم السيل بادي نيورون سيل هي هاي احنا من البدايه ذاكرين انه هي ما يصير بها جنريشن، يعني هاي خلاص ماتت بعد ماتت ما يصير بها جنريشن، بس النير فايبر يعني الاكزون دنترايتس هاي ممكن يصير بها ريجنريشن، اذا صار بها قطع صار بها انجري ممكن ترجع، بس اذا هي الخليه نفسها ماتت لا هي بعد ما ترجع هاي اوكي. فهاي اول خصائص من الاكسايتابيلتي، اول خصائص من الاكسايتابل تيشو اوكي. راح نجي ناخذ هسه الخصيصه الثانيه، خلصنا اول وحده اللي هي سترينث وديوريشن. ثاني شغله اكو شيء هم مميز بها اكسايتابل تيشو شيء اسمه اول اور نون ريسبونس اوكي. شنو هذا الاول اور نون ريسبونس؟ ا سنجل نير فايبر always دائما تتبع طريق الـ all or none. زين زين ايه طلع بقى هسه وصلنا النقطة الثانية الـ all or none response. زين كنا احنا اتفقنا انه النير فايبر يتبع قانون all or none يعني اما يستجيب او لا اوكي. مثلا انا عندي هنا يقول when stimulus is applied either the exon does not respond ما يصير بها response ما تعطيني action potential أو response the maximum of its ability. يعني أنا مثلا إذا انطيت شنو معناها هاي؟ إنه مثلا أنا عندي من أنا ما صل انطيتها stimulation أوكي، إذا انطيتها sub threshold يعني أقل من ال threshold مالتها ما راح تتولد لي استجابة ما راح تصير action potential، بس إذا انطيتها stimulation threshold أوكي راح تعطيني اكشن بوتنشال الماكسيمم اوكي، بغض النظر عن انه هي قد ما راح انطيها بعد هي تبقى تعطيني نفس الاجابه، مثلا تعطيني توصل حد مثلا 40 موجب 40 سواء انطيتها مثلا هي اعتبروا مالتها الثريشولد سالب 55 انا انطيتها مثلا سالب 40 راسا تولد لي اكشن بوتنشال توصلني لحد الموجب 40، يعني هاي تعطيني ماكسيمم مال انه هي تشغل هالقد ممكن توصل حد من. زين اذا انطيتها سالب 30 هم راح ترجع تنطيني توصل حد 40، يعني قصدي انه ما راح تفرق ايش قد راح انطيها اوكي. يعني انا عندي ما طول هي وصلت للثريشولد راح تنطيني كل الريسبونس اللي تقدر به، فاما اول يعني تنطيني هاي اكشن بوتنشال تولد لي ويمشي كرنت او نان، يعني اذا انطيت سب ثريشولد ما راح تولد اي شيء. زين فهنا ايش يقول when the stimulus of sub threshold intensity is applied to the exon راح تنطيني اكشن بوتنشال نو ريسبونس. زين the response in the form of spike of action potential هاي spike توصل هيجي. زين observe when the stimulus is the threshold intensity there يعني من انطيها بس وصلت لل threshold intensity يعني فد stimulation تقدر توصلني لل threshold راح تولد لي spike of action potential. there is no increase in the magnitude of action potential when the strength of stimulus is more the threshold or response اوكي. مثل ما شرحت يعني انا اذا انطيها اكثر سواء سالب 20 سالب 10 ايش قد ما انطيها اكثر ما راح تنطيني غير انه توصلني للموجب 40 اوكي، يعني انه ما راح تعتمد على يعني ايش قد ما راح تعطي سترينث ما راح تزيد من الاستجابه مالتها، هي خلاص هاي هذا التشو معروف عنه انه يوصلني اقصاها 40 بس يوصل يعني الثريشولد ستيميليشن مالتها انطيه راح ينطيني راسا تشغل اوكي. يعني تعتبروها شلون مثلا يعني مثلا يعني شلون انه مثلا هي الدقمه مثلا هاي تشتغل بغض النظر عن مثلا هي هاي تشتغل بغض النظر عن ان راح تنطيها تيار كهربائي، انه مثلا تشتغل تنطيها 1 امبير تشتغل حد لو طيتها 4 امبير 5 امبير هي راح تبقى تشتغل نفس القوه اوكي، هي تعتبر هي نفس القوه مالتها او ما تشتغل، اذا انطيتها اقل من 1 امبير ما راح تشتغل خلاص هاي. زين هسه هنا الممبرين اكسايتابيلتي دورينج اكشن بوتنشال
يعني ان شاء الله دي تكون مفهومه واضحه. هسه membrane exitability during action potential and when the stimulus is applied to the nerve fiber membrane during stage of action potential produced by previous threshold stimuli, the response elicit depend on the stage of action potential. يعني مثلا اذا عندي مثلا اني تشو سويت الاكشن بوتنشال اوكي هذا التشو اوكي مطيت يعني اي مثلا انا مسويه اكشن بوتنشال مطيه صار بي ستيميليشن هذا ثريشولد وعليه ونزل اني هاي هسه مثلا خلال ما هو دا يسوي اكشن بوتنشال اوكي اجت بعد ستيميليشن الاخ اوكي الريسبونس مالته هنا راح يختلف حسب هو وين واصل يعني بالديبولاريزيشن ريبولاريزيشن وجت هاي ستيميليشن تكون استجابته اوكي فراح تجيني عده اشياء راح اصير يعني ديبند ابون ذا ريسبونس يعني قلنا احنا حسب البيريود مال اكشن بوتنشال راح اسمي شيء ريفراكتوري بيريود سوبر نورمال بيريود سب نورمال بيريود زين احنا نجي ندرس اول وحده ريفراكتوري بيريود انا هسه كل دا يشرح لكم انه انا اذا انطيت ستيميليشن ايش راح يصير يعني اذا انطيت الهاي ستيميليشن واني عندي نيرف هو اوريدي دا يصير بي اكشن بوتنشال فقسموها الى ستيجات يعني الى يعني بيريود وراح يقول لكم كل بيريود شلون راح اتعامل اياها يعني قسموا الاكشن بوتنشال مثلا اذا كانت بالديبولاريزيشن وانطيت ستيميليشن ايش راح يصير اذا كانت التشو واصل ريبولاريزيشن وانطيت ايش راح يصير وهكذا زين فقسموها بالبداية شيء اسمه refractory period زين أول واحدة شو يقول the refractory period اللي هي عبارة عن period following action potential okay during which the nerve fiber أما does not respond or respond subnormally to stimulus okay of the threshold intensity or greater than threshold intensity يعني ايش يقول refractory period مختصر الكلام انه أنا عندي مثلا هذا كيرف فاني هاي ماشية قلنا صار اني جبت ستيميليشن اوكي هاي ستيميليشن قلت انطيتها هو التشو اوريدي صار بي اكشن بوتنشال داي يصير بي فهاي الفترة سموها كلها ريفراكتوري بيريود يعني هسه هذا التشو طاب بالريفراكتوري بيريود زين ورجعوا قسموها قالوا شي اسمه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود وشي اسمه ريلاتيف ريفراكتوري بيريود اوكي هسه راح نعرف شنو الفرق بين ابسوليوت بين الريلاتيف اوكي فهسه هاي كلمه ريفراكتوري بيريود تنطلق العفو على كلمه هاي الكلمه على التشو اذا هو بحاله اكزايتيشن واني رجعت انطيته ستيميليشن شلون راح يستجيب وياي اوكي يعني هو مشغل هذا التشو واني رجعت ارد اشغله اوكي فقل لكم هسه اقول لكم هاي ايش راح يصير ابسوليوت ريفراكتوري بيريود يعني هي شورت بيريود following the action potential okay during which second stimulus no matter how strong it may be cannot evoke any response another action potential in other words during absolute refractory period the nerve fiber completely lost its excitability the absolute refractory period corresponds to the period of action potential from firing level until repolarization and it's almost one third complete السبايك مالته زين during this period neither fresh impulses can be generated nor can be impulses generated elsewhere but throughout this area يعني شنو هذا الحكي كله تقولكم انه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود هي الفتره بين انه انا صار عندي فايرنج تذكرون هاي الستيجات اللي حكيناها اوكي طول تقريبا راح يصير ريبولاريزيشن تقريبا ثلث الريبولاريزيشن بادي اوكي هاي الفتره هاي فترة خلنا نرسمها واضح هنا هذا عندي كيرف هنا التشو صار بي اكشن بوتنشال ونزل هاي الفترة بين ما انه انا صار عندي اي ثريشولد مثلا هاي الفترة صار عندي فايرنج اوكي والسبايك تقريبا احنا 1 ثيرد كومبليت اوكي ريبولاريزيشن واحد تقريبا ثلثة واحد على ثلاثة هاي الفترة هاي من هاي الاكشن بداية الفايرنج لحد هاي ابسوليوت يسموها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود يعني هاي الفترة تكون ما تستجيب لأي ستيميليشن خلال هاي الفترة واني التشو واصل هاي الستيجات ورجعت انطيت سكند ستيميليشن ابد ما راح يستجيب اوكي
يعني مهما كانت ستيميليشن عالية، حتى لو كانت سبت يعني عفوا سوبر ثريشولد كانت كلش عالية، أني ما راح تستجيب هاي. أوكي زين، وما راح تتولد لي إمباص أخرى. أوكي، ولا كان ممكن يصير بيها جينيريتد، يعني أبد ما يصير بيها. أوكي، فهاي الفترة يعني تكون هنا التشو هذا أبد ما يستجيب لأي إمباص ثانية، في يسموها الأبسوليوت. زين، يعني تقريبا بعدنا نكون completely lost excitability، يعني أبد هاي الفترة ما يعني مش كت ما جبت استيميليشن قوية ما راح تقدر تحسسها مرة ثانية، لأن هي بالأبسوليوت. زين، تشرح لكم أقول لكم ليش يصير عندي هاي الأبسوليوت refractory period. زين زين، يقول لكم during upset rock of action potential depolarization M-gated gates of sodium channel in the membrane nerve are opened rapidly. During down stroke يعني irreparabilization the channel are closed okay by closure of each gate of sodium channel and slow potassium not yet open. This sodium channel does not open unless potential come back resting level. Then therefore during this period absolute refractory the nerve fiber is not stimulated at all. يعني انه اني اقول لكم ليش يصير عندي هاي الفتره، انه اني هاي الفتره ابد ما راح يستجيب لاي ستيميليشن تشو انكم الان من يصير ديبولاريزيشن. اوكي، هاي الفتره نعرف انه الصوديوم شانل فيها جيت شيء اسمه ام تفتحها، شيء اسمه اتش يسدها، جيت يسموها اتش جيت وان، هاي صوديوم شانل مثلا. فاني فتره الديبولاريزيشن زين انه انا عندي كل الشانلز هاي مفتوحه، هاي الام شانل راح تنفتح وتدخل لي صوديوم. اوكي زين، دخلت لي كل هذا الصوديوم دخل زين بهاي الفتره. بعدين عندي من دي يصير early repolarization، هاي الشانلز ما تيجي تنغلق من هنا، بعد ما تخلي هاي الاتش جيت ما تخلي الصوديوم ما تجي تفتح ابد. زين، احنا بنعرف انه اني الاكشن بوتنشال وراها من هيجي يصير يدخل الصوديوم راح تبدي تفتح البوتاسيوم حتى ترجعني يسوي لي ريبولاريزيشن ترجعني للريسنج ميمبران بوتنشال. بس اكو هاي الفتره بعدها ما مفتوحه حاليا، هسه هاي البوتاسيوم سلو بوتاسيوم شانل بعدها ما مفتوحه. زين واني هاي الصوديوم شانل ما راح مستحيل تنفتح بعد، ما انه اني خليه ما طول موجبه صارت منها، بعد مستحيل تنفتح الا الخليه ترجع ريبولار وضعها الطبيعي. يلا اني اقدر ارجع افتحها مره ثانيه. يعني انا هسه هنا بدايه انفتحت، يعني خلينا نرسمها اوضح. يعني هاي الايونيك بيتز، يعني ليش يصير عندي هاي الابسوليوت؟ انه ديكركم انا عندي ممبران، انا من دي يصير اكشن بوتنشال من مثل ما نعرف ان الصوديوم دي طب اكو شيء اسمه ام جيت موجوده بالبوتاسيوم شانل، اعتبرها مثل هاي البوتاسيوم شانلز بها شيء اسمه ام جيت شيء اسمه اتش جيت. اوكي، هاي الان من يصير عندي ديبولاريزيشن هاي راح تنفتح وتدخل لي صوديوم. لا لا اعتبرها هيك، يعني انا هاي عندي هاي جيت. اوكي، هاي اعتبرها ام وهاي، فانا هاي تدخل ممكن تنفتح وتدخل لي صوديوم، هاي بالديبولاريزيشن. بعدين يصير ريبولاريزيشن تنسد هاي قنوات الصوديوم، تنسد عن طريق شيء اسمه H gate، اعتبروها البوابة H وهنا الباب اسمه M، الM يفتح ويدخل وال H سد channels تمنع بعد دخوله. زين، فسدته من صار عندي depolarization بالخلية، سدت بعد قنوات الصوديوم تبدي تفتح البوتاسيوم حتى ترجعني خلية repolarization. أنا هاي الفترة مستحيل بعد راح تنفتح قنوات الصوديوم مرة ثانية إلا تنفتح قنوات البوتاسيوم وترجعني للrepolarization، يلا مرة ثانية أقدر أفتحها وادخل صوديوم تصير اكشن بوتنشال ثانيه. فاني خلال هاي الفتره اللي حكينا عنها الابسوليوت ريفراكتري بيريود اللي هي راح تكون من الفايرنج ليفل لتقريبا ثلث الريبولاريزيشن، هاي الفتره انه اني راح تنفتح بيها قنوات الصوديوم مره واحده وتنسد وبعد ما تنفتح ابد الا ارجع تماما للريبولاريزيشن. فاني قد ما راح انطيها ستيميليشن ما راح تفتح. اوكي، ما راح تفتح لان هي الا توصل الخليه للريبولاريزيشن يلا اقدر ممكن افتحها مره ثانيه. مش قلت ما راح انطي ستيميليشن ما راح تفيدني، ما راح تولد لي اكشن بوتنشال ثانيه.
ترجع الخلية لوضعها الطبيعي وترجع تفتح قنوات البوتاسيوم، ترجعني للريبولاريزيشن، ممكن ترجع تخلي قنوات الصوديوم ممكن تفتح مرة ثانية. أوكي، يعني إن شاء الله تكون واضحة هالأيونيك بيسز. فهنا إيش تقول إذا ترجعون تحجوها؟ إنه أنا during upstroke early repolarization channels ماتي close، أوكي ما الصوديوم slow potassium بعدها ما مفتوحة تكون، فمتى ترجعي للresting membrane potential؟ الصوديوم أبد ما راح تنفتح، أوكي، إلا أن ترجع للresting level، إلا أن الخلية ترجع للresting level يلا ممكن ترجع تفتح الصوديوم بوابات. وهي يسموها absolute refractory period، ومستحيل يصير لي stimulation أبد للنيرف أطول، ما يصير بي مستحيل. فعرفت ليش هاي صارت absolute refractory؟ إنه أنا هاي هنا النيرف كده ما راح أنطي، ما راح يستجيب لي، لأن أنا قنوات الصوديوم ما راح تنفتح، إلا أرجع الخلية للريبولاريزيشن وضعها طبيعي يلا ممكن ترجع تسمح للقنوات الصوديوم تنفتح حتى تولد أكشن بوتنشال ثانية. زين، فأنا هالفترة مستحيل قد ما انطيتها ما راح تستجيب الخلية. زين، هنا دا يقولكم دا يشرح لكم الجيت مال صوديوم شانل، دا يقولكم هي عتها تو سبريتد جيتس مثل ما شرحتهم إنه أكتف وإن أكتف. زين، in the resting state يعني resting state of the voltage gated channel inactive gate is open but activation تكون close. أوكي، يعني هي تبقى واطية مثل ما سمعت، أنت inactive و activated gate، يعني هاي activated gate وهاي inactivated. أوكي، فهنا من أن تكون حالة rest وما نسويت stimulation أكيد راح تشتغل inactivated gate، يعني يسد البوابة مال القناة. زين، بس من أنطي threshold stimulation لا تبدي activated both activate and active channels are open، اثنينهم يفتحون. يعني أنا هسه مثلا بوضعية بوضعية rest هاي activated channels راح يصير بيها تنسد. زين، هاي اكتف تنسد، بس هاي تشوفوها open، يعني هسه الاكتف بحالة الريس تكون شبيها close فما راح يمشي، وإضافة لل inactivated تكون open، يعني واضحة هسه كلش كاتب الرسم واضحة إنه أنا إذا هنا مستودة هاي بعد مستحيل يطب الصوديوم، مستحيل يقدر يطب حتى لو هاي كانت مفتوحة، فال inactivated open وال activated تكون closed. بس إذا بحالة صار عندي طيت threshold stimulation وأرد أفتحها، الأكتف والإنأكتف لازم يكونون open، يعني شيء طبيعي، هاي لازم تكون مفتوحة وهاي هم تفتح. بس صارت واضح من أني خليها بوضع rest وما عندي stimulation راح الأكتف gate تكون closed والإنأكتف تكون مفتوحة. بحالة سويت لي activation راح يكونوا اثنينهم مفتوحات، يعني الأكتف gate تقريبا دائما هي تكون مفتوحة سواء بحالة الاكتف سواء حالة الاكتيفيتد، يعني سواء بحالة سويتها اكشن يعني استيميليشن او بحالة الرست. من هي من انا هاي بالنص الاكتف اذا انسدت بعد هاي فهي عرفوها بالانكتيفيشن العفو بالرست تكون انكتف اوبن اوكي والاكتيفيشن تكون كلوس، وبالحالة الثراشولد بوث الاكتف والانكتف تكون اوبن. بس هاي شرحنا ال absolute refractory period. Then relative refractory period short period during which the nerve fiber shows bones if the strength of stimulus is more than normal. Then هي تبدي من extend from absolute refractory period إلى after the polarization of action potential. يعني احنا هسه درسنا الابسوليوت عرفناها انه هي راح تكون من بدايه الفايرنج ليفل لحد ثلث الريبولاريزيشن، هاي الفتره ايش قد ما انت ستيميليشن ما راح تستجيب التشوف، يعني هو بهاي الحاله هسه اي بيريود من هاي سواء فايرنج سواء تيب سبايك او سواء نوصل حتى لنا هاي ما راح تستجيب اي استجابه. الريلاتيف لا راح تبدي من الابسوليوت لحد ما انه يصير عندي كومبليت ريبولاريزيشن، هاي الفترة يسموها relative
ريلاتيف يعني انه مو ابسولوت، يعني انه اني اوكي ممكن انطيها ستيميليشن ذا كلش كلش قوية وكنت تستجيب الخلية، بس اكيد لازم تكون اعلى من النورمال. اذا يعني كستيميليشن هاي ما نورمال ما راح تستجيب، بس اذا اكثر من النورمال ممكن بها ما تستجيب هاي الفترة. اوكي زين، هنا شنو هذا دي يقولكم ايونيك بيسك مالتها ليش تصير هاي انه عندي ريلاتيف؟ يقولكم انا ديورنك هاي الفترة، هاي الفترة انه اذا ارسمها هاي، هاي الفترة تكون انا هنا ايش عندي؟ عندي الفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز اوبن، يعني بدا يصير عندي ريبولاريزيشن. ليش تذكروا الابسوليوت تكون مغلقة، يعني حتى ما يصير عندي اي بعد ما بادي اي ريبولاريزيشن تقريبا. اوكي و فلذلك أنا تقريباً بادي يصير عندي ريبولاريزيشن، فهنا إذا أعطيت strong stimulation كلش بهاي الفترة الخلية، يعني مثلاً إذا بهاي الفترة البيريود وأعطيت stimulation ده كلش قوية، ممكن تفتح لي كم channel، تفتح لي الجيت الام جيت، أوكي تبدي لي action potential زين. بس هاي عادة هم راح تكونها مو action potential قوية، ما راح تكون في action potential ضعيفة، يعني مو مثل إنه ذا الخلية بهاد الرست، راح تكون أقل يعني. أوكي زين، effective refractory period يقول effective refractory period اللي هي absolute refractory period and early part of relative refractory period، هذا المصطلح ينتقل عليه يعني يطلق عليه هذا المصطلح، إنه إذا كانت معناها absolute زائد relative يسموهم يعني early part من relative يسموهم effective refractory period. زين بعد هاي effective refractory period إنه عنده قابلية بعد إن يرجع طبيعته يولد لي اكشن بوتنشال. زين السوبرا نورمال بيريود كنا ان هي عبارة عن هاي الفترة تكون، يعني احنا اخذنا الريفراكتري بيريود بعدين سوبرا نورمال بيريود، يعني انه معناها قصدي هنا أنا أقل ستيميليشن ممكن نسوي دي أكشن بوتنشال. أوكي يعني معناها تشو حيل إكزايتابل هايبر إكزايتابل. هاي الفترة هي تقريبا فترة الـ after depolarization phase من الأكشن بوتنشال. أوكي زين هنا شي يقول يعني شنو الأيونيك بيسك مالتها بعد الـ after depolarization تقريبا بداية الـ repolarization phase. زين الصوديوم channel تكون inactivated، اوكي inactive تكون زين، والبوتاسيوم channel اغلبها تكون closed. لذلك انه تقريبا شنو معناها انه اني يعني تكون تقريبا واصلة للفايرنج level. اوكي قريبا للفايرنج level زين، فاي stimulation حتى لو كانت low intensity ممكن تسوي لي action potential. اوكي فيعني معناها الثريشولد ما تكون تقريبا قليل، فيعني شنو انا مثلا سمو عندي هنا هذا مثلا اني فايرنج ليفل هاي سالب 55، فاني هنا بديت هنا ايرلي افتر ديبولاريزيشن معناها بدت ترجع للريبولاريزيشن تقريبا بدت ترجع للريستنج ممبران بهاي الفتره تقريبا وصلت للفايرنج ليفل هنا. اوكي هاي تكون هنا كلش هايبر اكزايتابل، يعني اي ستيميليشن انا حنطيها راسا توصلني للثريشولد وترجع سبب exitability، فيسموها سوبرا نورمال، يعني أنا أحتاج stimulation قليلة أقل من المعتاد ممكن تولد لي action potential. sub normal لا بالعكس، هاي عكس السوبرا نورمال، يعني هنا أنا excitation مالتها تحتاج أكثر أكثر من المعتاد حتى تولد لي action potential. زين اللي هي يا فترة مثل after hyper repolarization، يعني قلنا يعني من توصل فترة أقل حتى من resting membrane potential، يعني السالب مالت السالب يعني السالب داخل الخلية يكون عالي، يعني بهاي الفترة يعني مو عندي هنا هيجي هاي ممكن تنزل مرات أقل حتى من الريستينج، مثلا هذا الريستينج سالب 60 ممكن هي توصل سالب 62 سالب هاي لا معناها تحتاج أكشن بوتنشال يعني أعلى. أوكي خاف هنا مثلا احتاجت أنطيها 5 ملي فولت سالب 5 ملي فولت ممكن توصلني للثريشولد، هنا أنا ممكن أحتاج أكثر معناها أحتاج 7، فمعناها احتاجت أكشن احتاجت ثريشولد أعلى.
فمعناها أقل exitability صارت. احتاج stimulation مالت intensity أعلى. الأيونيك بيسك شنو؟ مثل ما قلنا إنه الانتراسيلولار نيجاتيفيتي مالتها أكثر من حتى الريستنج ميمبران. زين طبعاً راح تكون بعيدة عن الفاينت ليفل. زين فالفيس اوف سب نورمال بيريود لاست فور اباوت 40 ملي سكند. هاي خلصنا ثاني خاصية اللي كانت مال ريفراكتوري بيريود اوكي والاكزايتابيلتي. هاي اول وحدة اخذناها اللي هي عرفنا الـ all or none ثاني وحدة، وأول وحدة الـ intensity strength والـ duration. ثالث وحدة شيء اسمه accommodation، ورابع وحدة infatigability. الـ accommodation شنو؟ زين stimulus of sufficient strength معناها threshold level إذا انطيتها apply quickly الـ action potential ماتي راح يبروديوس. زين يعني أنا إذا أنطيت إنه stimulation مثل ما اتفقنا وبوقت سريع تولد الأكشن potential، بس لازم هاي تكون strength يعني threshold يعني توصلني للthreshold. وين stimulus strength إذا أنا أنطيتها لا مو كوكلي ما أنطيتها بصورة سريعة لا أنطيتها هيك شيء أوكي increase slowly to the firing level يعني أنطيت شوية شوية أريد أوصلها للfiring level ما راح تتولد الأكشن potential. ليش؟ because the fact firing level of depolarization of nerve fibers not reached membrane adapt to apply stimulus. The phenomena adaptation of to stimulate يسموها accommodation. تقريبا شنو ionic basic طلاب هاي مالتها؟ زين انه ليش طلاب انا ليش اقول هنا تقول لكم accommodation. accommodation معناها انه اني مثلا اذا انطيت اكشن بوتنشال مثلا بقوه معينه مثلا هي مثلا انا اعرف انه هذا انه سالب 55 لازم انطي في ستيميليشن تقدر توصلني للسالب 55 حتى ابدي الاكشن بوتنشال اوكي. فاني مثلا من انطيتها هاي ستيميليشن ثريشولد ستيمولاس وقت سريع رابيد راح تولد الاكشن بوتنشال، بس اذا انطيتها سلولي مثلا على كيف سلولي الى ان اريد اوصل للفاينل ليفل ما راح تتولد. يعني مثلا أنا المفروض كان مني مثلا انطيها 30 ملي فولت حتى تتولد اوكي انطيتها بوقت 1 ملي سكند راح تتولد الاكشن بوتنشال. اذا انطيت هاي السالب 30 ملي فولت مثلا على مدار 5 ملي سكند ما راح تتولد الاكشن بوتنشال. ليش؟ لان أنا شنو من أنا حنطيها بهالوقت السريع راح تفتح كل قنوات الصوديوم مره واحده كلهم راح يفتحن يعني بصورة سريعة وتدخلي كميات كبيرة وتنسد واحد ملي سكند وينسدن تتولد اكشن بوتنشال. من راح نطيها بصورة بطيئة ما راح تنفتح لكل ايونات الصوديوم راح تنفتح مثلا جزء منهم اوكي راح يطبق بالفت كمية معينة وراح ترجع ينسدن اوكي فما راح تعطيني كمية كافية من الصوديوم يعني راح تخلي عدد قليل تلحق تنسد ومن انطي الستيميليشن الاخ حتى شوية الاقوى راح تنفتح جزء بسيط هم راح تنسد ورا فترة فهكذا يعني اوكي. زين وانا اضافة هاي الشيء انا عندي اكو قنوات البوتاسيوم راح تبقى مفتوحة على طول وتطلع لي بهالايونات المدرة فاني ما راح اقدر احصل على اكشن بوتنشال. فاني لازم انطيها بصورة سريعة حتى كلهم ينفتحون يسووا لي اوفركم يعني يتغلبون على هاي الريبولاريزيشن يتغلبون على قنوات البوتاسيوم تطلع ايونات موجبه اوكي. اوكي فيعني انا منطيتها بهالكميه السريعه يعني اوكي سترينث وطيتها بوقت قصير حتى افتحهم كلهم يتغلبون على قنوات البوتاسيوم ويتولدون لي اكشن بوتنشال، بس من راح انطيهم بصورة بطيئة هاي السترينث راح تفتح لي عدد قليل من القنوات اوكي ما راح يفتحون كلهم وتلحق مسدودة واني على ما انطي الثانية راح يفتحون لهم جزء بسيط والقنوات البوتاسيوم هي راح تتغلب يعني راح تلحق تطلع لي هاي القنوات راح تلحق تطلع هاي الكمية القليلة طبت من الصوديوم لذلك ما راح تتولد لي اكشن بوتنشال. فهي يسموها الاكوميديشن.
زين. راح نيجي الخاصية الرابعة ونوقف هذا الجزء إن شاء الله. يسموه الانفاتيكابلتي. انفاتيكابلتي النيرف فايبر ما يصير بها فتيك، يعني ما يصير بها عياء. حتى لو أنا مضيتها على مدار يعني سويتها سيميليشن مدة طويلة. زين. شنو هاي؟ ليش؟ بسبب إنه شنو؟ infatigability due to the fact during action potential ما أقدر أني أولد fresh impulse. زين؟ ما أقدر، يعني أنا عرفت إنه عندي refractory period وهاي ما تسمح لي إنه يعني الخلية تستهلك، يعني تخلي الخلية تكمل action potential ما تقدر تبدي من نسوي estimation يلا تسمح لها إنه تبدي action potential جديدة. أوكي، يعني ما أقدر أسوي واحدة ورا الأخ بالتتابع، يعني بعد واحدة مخلصة وأني أنطيها، وهذا السبب بيسبب فتيك. اوكي، فوجود هاي الريفراكتوري بيريود انه ما تسمح اكشن بوتنشال ثانيه تصير من اني اوريدي انه اني التشو عندي هو عنده اكشن بوتنشال. اوكي، فهاي تفيدني انه ما تخلي خليه يصير بها فتيك وعياء. زين، فهنا دا يقول انه بسبب انه الاكشن بوتنشال انه ما تسمح لفريش امبلس جنريتد نور اكشن بوتنشال ولا كوندكشن، لا يسمح لها انه يصير بها جنريشن ولا كوندكشن اذا هي كانت عندها اكشن بوتنشال. زين، فمعناه هذا يقول انه الاستيميليشن وانس اني سويت لها استيميليشن هاي النيرف ما يقدر يسوي استيميليشن ايميديتلي اجين بسبب الريفراكتوري بيريود، لذلك هاي السبب مفيد يخلي الخليه ما يصير بيها فتيك. اوكي، فهسه هاي تعال ان شاء الله هسه راح نجي طلاب نلخص كل اللي حكيناه بصوره سريعه. إنه الخصائص مع الخلايا اللي عرفتها أو أتت ثلاث أشياء. أول وحدة درسنا السترينغث اللي هي ريو بيس والديوريشن كرونيكسيتي. ثاني وحدة درسنا الأول أور نون. أوكي، وعرفنا بها الريفراكتوري بيريود وهالأشياء. ثالث وحدة عرفنا الأكوموديشن. رابع شيء عرفنا الانفاتيكابلتي. دوني خصائص مع الخلية. أوكي، نقدر هنا نوضح هسه الاكشن اوضح لكم وارجع الريفراكتوري بيريود والسبيوت كرسم اوضح. طلاب انا عندي مثلا هنا خليه سويت لها ستيميليشن وصلتها للفايرنج ليفل ولدت اكشن بوتنشال ونزلت سويت لها هايبر بولاريزيشن ورجعت. لا هاي هنا خطا يلا طلاب اعتبروا هسه هذا هاي كلها مساحه لازم هنا الريستنج ميمبران بوتنشال وصلت للفايرنج ليفل. اوكي، بعدين سويت لي اكشن بوتنشال رجعت تخطت لهاي ورجعت سويت لي هايبر يعني عفوا هايبر ريبولاريزيشن بعدين رجعت للريستنج. هاي شنو هنا عندي هاي الفتره اذا الخليه انا من سويت استيميليشن واصله لهاي المرحله. اوكي، تقريبا وصلت لهنا واللي هنا هاي يسموه الابسوليوت انه اني شكد ما راح انطي ستيميليشن ما راح تنفتح. عرفنا الايونيك بيسك مالته كل شيء لازم تعرفون ليش يصير، يعني انا ليش انه اني هنا ما راح اقدر اولد كنا لان اني هنا قنوات الصوديوم راح تكون كلها مغلقه، يعني اوكي انفتحت مره وراح تنغلق بعد ما تنفتح ابد. اوكي، الا ارجع خليها للريبولاريزيشن مالته فشكد ما راح انطيها ما راح تنفتح قنوات الصوديوم ما راح يدخل صوديوم بس ولد اكشن بوتنشال بهاي الفتره لان قنوات الصوديوم مغلقه تماما. يسموه الابسوليوت، ابسوليوت يعني مطلقا انا ما راح اقدر افتحها. ريلاتيف لا يعني ممكن اقدر افتحها. هنا هاي يسموها ريلاتيف مثلا اللي هي تبدي من بدايه الابسوليوت تل اللي افتر ريبولاريزيشن. افتر يعني بدايه الستارت مال افتر ريبولاريزيشن. هاي من الابسوليوت للافتر هاي يسموها ريلاتيف، يعني انا هاي الفتره بدات تفتح قنوات البوتاسيوم بدات تطلع يعني شحنات موجبه بدات ترجعني للريبولاريزيشن بدات ترجع الخليه للريستنج ممبران. فبهاي الفتره إذا انطيت سيميليشن كلش قوية أوكي ممكن تولد لي اكشن بوتنشال ممكن تنفتح كم قناة للصوديوم. أوكي، بس بهاي الأبسوليوت لا مستحيل تنفتح قنوات الصوديوم لأن اثنين قنوات الصوديوم والبوتاسيوم مسدودة، يعني حتى قنوات البوتاسيوم اللي ممكن راح تبدي لي ريبولاريزيشن مسدودة فما راح تفتح أي قناة. هنا لا لين بدها تطلع شوية شحنات موجبة بدها الخلية ترجع لوضعها ممكن إذا قوية السيميليشن ممكن تفتح قنوات الصوديوم يسموها ريلاتيف. زين،
يعني هاي كلها تجدحت الانتايت ستيميليشن بهاي الفتره، خلال فتره وصل هذا اي جزء من هذا الاجزاء، او اذا هسه الانتايت ستيميليشن بريلاتيف فممكن اذا قويه ممكن تفتح. ثاني شغله شيء اسمه سوبرا نورمال. سوبرا نورمال انه اني خليه يبدا توصل للفايرنج ليفل، اذا توصل اذا ترجع لحتى تقريبا 255، احنا الفايرنج مثلا قلنا 55، احنا نقول وصل الصوت موجب 40، فتقريبا بدأت توصل لسالب 55، هاي يسموها سوبرا نورمال، يعني خلية بدأت توصل للثريشولد مالتها القديم، بحيث اني اقل استيميليشن ممكن راسا ترفعها وتسوي الاكشن بوتنشال ثاني. فهنا هاي الفترة انه اني احتاج يعني بهاي السوبرا نورمال، هاي الفترة دي قريبة من الثريشولد مالتها، بدأت ترجع للثريشولد، اني هاي الفترة راح تكون بالعكس، كل ما انطيها استيميليشن اقل استيميليشن ممكن تحفزها، لان هي واصلة للفايرنج ليفل مالتها. بعدين مو تبدي اكثر تنزل، خليها توصل للسب نورمال، يعني سب ثريشولد تبدي تنزل اقل حتى من الريستنج ميمبران، يعني الريستنج ميمبران سالب 60 هي تبدي تنزل مثلا سالب، او مثلا اعتبرها سالب 70، هنا تبدي تنزل سالب 72. فهنا احتاج بالعكس، هنا احتاج استيميليشن اكثر حيل قويه يلا ممكن توصلني للفاينل ليفل اكثر حتى من الطبيعي. طبيعي مثلا كنت احتاج مثلا 70، كنت مثلا احتاج سالب 15 توصلها، هنا لا ممكن احتاج سالب 17 عشان ترجع توصلها. اوكي، هاي هايبر ريبولاريزيشن، ذكروا هالفترة يسمونها هايبر ريبولاريزيشن، يعني وصلتها حتى أقل من الثريشولد مالتها. إن شاء الله تكون مفهومة طلاب. هاي أول بارت من المحاضرة، الكاركترستيك مال النيرف اكسايتبل تيشو اللي هو شرحته بهاي، إن شاء الله تكون واضحة مفهومة. أي سؤال تقدرون يعني تنزلوا لي أجاوبكم، أي شيء مو واضح.